اسمحوا لي ارحب بضيفنا العزيز الفنان القدير الاستاذ محمد الصاوي. استاذ محمد مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ عمرو، وانا من المعجبين بحضرتك يا فندم. بالعفو بجد العفو والله. ده تواضع جمي يعني، ده احنا اللي معجبين يعني، من معجبين كثر مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا ودايما من نجاح لنجاح. الحمد لله. استاذ محمد ما شاء الله يعني احنا بنتكلم في اكتر من 150 عمل على الاقل القايمه، واحنا بنحضر انا اكتشفت ان في اعمال انا الحقيقه ما شفتهاش، ولكن مسرح، سينما، دراما، فوازير، شامل. عايز اعرف من حضرتك الموهبه والتنوع ده، من كوميدي لتراجيدي، التنوع ده جه ازاي؟ هل دي مجرد الموهبه ولا اثقلتها بالدراسه، مع انك اصلا خريج تجاره؟ ودي المفارقه يعني. ما هي السبب كليه التجاره برضو، لان انا وانا طالب هناك عرفت ان في مسرح في الكليه وبتاع، فقلت اطلع اتفرج ايه المسرح ده وبتاع. انا ماليش ولا في دماغ التمثيل ولا لي علاقه بيه اساسا. صدفه كده اهوت يعني. طلعت المسرح وبتاع، قاعدين على الستيج بيقروا بتاع، والصلابه والاستاذ شيخ الخضير الله يرحمه عمال انا قاعد في الصاله عمال بصص لهم كده، فلقيت الاستاذ شيخ الخضير بيقول تطلع اقعد معانا. وبصيت قلت له انا ما بعرفش، ماليش في التمثيل. قال لي بس اطلع اطلع. طلعت قعدت معاهم وبتاع واختفيت اسبوع. الاسبوع ده بيدور عليا في الكليه فين الجدع ده للدرجه دي؟ لقاني. قال لي انت ما جيتش هنا؟ قلت له ما بمثلش ما بعرفش. قال لي بس اطلع معانا. طلعت عملت معاهم بروفات، ما فيش اسبوعين العرض ابتدى، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اعلى واحد في المسرحيه. جاب سحر السوكسي والضحك هو اللي خلاني اعشق ان يبقى في حاجه فيها تمثيل. انا ايه؟ طب انا مش في دماغي الموضوع ده جه ازاي وبتاع وكده اهوت يعني. وكانت البدايه هنا. يمكن الموهبه الربانيه سبحان الله، التلقائيه في الاداء، لغه الجسد، اكيد دي اكيد دي كان ليها عامل كبير. اكيد طبعا. هو اكيد لما شافني وانا قاعد بتفرج عليهم ممكن النظرات والتعبيرات بتاعتك ده هي اللي شدته يعني. اكيد. وعملنا بقى المسرحيه، بقول لك بقيت مشهور على مستوى الكليه وبتاع، ويا صاوي يا مش عارف ايه. ومن هنا بدات بقى. ومن هنا بدات. ومن هنا بدات. طب المحطه اللي حضرتك شايف ان بالفعل في بدايه المشوار، واحنا حتى في التقرير لقينا مسلسلات وحاجات فعلا قديمه من بدايه المشوار، يمكن من الثمانينات كده شويه. الثمانينات فعلا. بالظبط. ايه المحطه اللي اقنعتك ان لا هو الموضوع لازم يكمل ولازم اخد طريقي في الفن؟ هو وانا من خلال الجامعه كان اللي بيجي يخرج لنا مخرجين قطاع خاص محترفين، فكان اول حاجه ليا عملتها مع الاستاذ امين الهنيدي الله يرحمه، مسرحيه اسمها الضيف اللي هو فرشحني في المسرحيه ديت. عملت المسرحيه والحمد لله كنت موفق جدا مع الاستاذ امين الهنيدي، لدرجه الاستاذ امين الهنيدي هو اللي رشحني ان انا اخش معاه في المسرحيه، لدرجه اقول لحضرتك حاجه، امن بالموهبه. عرف ميعاد الامتحان بتاع اللي هو التقديم دوت 9 الصبح، الاستاذ امين الهنيدي في معهد فنون مسرحيه بيوصي عليا. فالاستاذ جلال الشرقاوي انا طالب عنده بتاع مش عارف ايه والجو ده يعني. لا قبل ما اكون طالب عنده، الاستاذ جلال الشرقاوي كان شافني في على مستوى منتخبات الجامعه، كنت خدت ممثل اول جامعات فعارفني كويس. فالاستاذ امين هو بص قال لك انا عارفه، عارفه يا امين احسن احسن ممثل في على مستوى جامعه مصر. ده كان سنه كام؟ جامعات ده كان سنه 79 تقريبا. 79. طيب اكيد في الجيل ده في الشريحه دي كان في ممثلين تانيين وقتها كانوا طلبه من النجوم اللي احنا نعرفهم او ممثلين نعرفهم دلوقتي. كم مين الدفعه بتاعتك في الوقت ده؟ صلاح عبد الله، يا سلام، فتوح احمد، هاني رمزي، بس هاني رمزي اصغر يعني بعد يعني انا مثلا كنت في رابعه او بتخرج، هو لسه داخل سنه اولى. بس اشتغلت معاه في الجامعه. سليمان عيد. لا مجموعه جميله. هو هي معروفه كليه التجاره بان هي فعلا استاذ فؤاد المهندس الاستاذ خريج كليه التجاره، فده كان رمز يعني عشق كليه التجاره. هو تجاره وزراعه كان بيتم بيه نفسه بعض يعني زي نهائي كاس العالم كده. صح. طيب على ذكر الاستاذ امين الهنيدي ومحطه مهمه كمان من الاسماء الكبيره، الاستاذ
استاذ فؤاد المهندس وحضرتك طبعا ذكرته، طبعا الاستاذ عبد المنعم مدبولي المدبوليزم، واشتغلت معاهم في فوازير كمان يعني. طبعا جده عبده، جده عبده وعمه فؤاد، 30 حلقه جوه صندوق عامل العمده الالي. العمده الالي حضرتك كنت عامل العمده الالي؟ ايوه العمده الالي بس. ايوه طبعا احنا اتربينا على العمده، احنا جيل العمده الالي. ظهر الشخصية اسمها عوكل، غفير عوكل دوت. فراح بصص لي كده قال لهم اوعوا تجيبوا حد، اللي هيعمل الشخصية دي محمد الصاوي، كفاية الراجل ده مدفون جوه الصندوق ده 30 حلقة ومحدش شافه. أنا عايز أقول حاجة، دي يعني احنا أنا من الجيل ده يعني بتاع الجيل بتاع السبعينات اللي كنا واعيين قوي على العمدة الآلي، وأنا أول مرة أعرف المعلومة إن حضرتك اللي كنت جوه العمدة الآلي يعني. لا ليا مواقف كتيره جدا يعني هقول لحضرتك حاجه. انا مره في لجنه في الشارع، فظابط لسه ملازم وبتاع، فبيقول لي رخصك يا عم، وعارفين انا عارف ان هم ايه في حب بينا وبين بعضينا كده، فبصيت كده قلت له بجد؟ قال لي اركن. ركنت العربيه لقيته جاي مع موبايل كده اهوت، فتح الموبايل قال لي مين ده؟ فبصي كده قلت له الله ده انا. الصوره فيه جنبيها طفل، قلت له مين الطفل ده؟ قال لي انا. يا خبر ابيض، قال لي انا موقفك عشان اتصور معاك واقارن الفتره الزمنيه دي. يعني اتصور مع حضرتك وهو طفل يعني، وبقى بعد كده ظابط. يعني الاعمال دي والشغل مع الاستاذ فؤاد المهندس ومع الاستاذ مدبولي رحمه الله عليهم والاستاذ امين الهنيدي، اكيد ده أثر عند حضرتك حاجات كتير وملكات كتير في الفترة طبعاً دي. طبعاً. أولاً حبهم للعمل واحترامهم للعمل. يعني الناس دي كانت بتيجي مثلاً المسرح ده بيجي قبل المسرح بساعتين، قاعد في الأوضة بتاعته قاعد وبيظبط نفسه ملابسه، يراجع الدور. أنا بشوفه هو قبل ما يخش الكواليس شبه يعني في رحشة موجودة. يعني حتة إنك أنت مواجهة الجمهور ده شيء فظيع. بس أول ما تخش على خشبة المسرح وسحر السكسيس سمعته، كل ده بيتفك، تنطلق بقى الواحد بقى يسرح في الشخصية ويتكلم ويجود وبتاع. وبعدين الناس اتعلمت منهم حاجات كتير جدا يعني، بجد أنا شرفت إن أنا أشتغل مع الناس زيك، أستاذ فؤاد المهندس، أستاذ فؤاد الأستاذ طبعا، عملت معاه فوازير لدرجه ان هم كانوا بيعشقوا ان هم يصاحبوك الاول، يعني لسه انا جديد مين انا عشان يصاحبني يعني، واخد بالك؟ ان هو يهزر معاك ويعمل معاك ويفكك وتخش معاه في التمثيل كأننا نعرف بعض من زمان. لا كان في حب طبعا. المواصفات شايف اختلفت شويه الفتره اللي فاتت؟ حضرتك بتقول ان كان بيدخل نجم استاذ بحجم صفات المهندس يعني مرعوش وخايف من مواجهه الجمهور، دلوقتي تحس ان في يعني مش عايز اقول استسهال، ولكن عموما يعني تحس الامور بقت ابسط من كده؟ ما مش عارف، انا بصراحه بحس ان انا غريب. طيب معانا صوره العمده الالي، نشوف صوره العمده الالي كده. اهي بقى، معقوله حضرتك كنت جوه الكائن ده؟ يا خبر ابيض، ده كان كرتون ده ولا كان فيل ولا ايه؟ لا مش معقوله، كاش قبل كاش طب لما اتعرض عليك الدور انك تكون جوه العمله الالي يعني كان عايز اظهر انا مالي بس كده يعني ظهرت ما هو انا في دماغي كده احنا كنا عارفين العمده الالي مش عارف انا رايح في دماغي ان الراس هبان والباقي كله جاي متخيل ان هيتحط الراس دي واشتغلت بس انا حبا ان انا عاشق الشغلانه بعد كده اهوت ومعاملتي مع الاستاذ عبد المنعم مدبولي وحبه للناس اللي ده لبست الجهاز كامله يعني هو برضه ردني الجميل طبعا يعني ردني ان هو كده. ان هو ظهر شخصيه ما حدش هيعمل هو حد يبعت لحد هو اللي هيعمل عوكل اللي هيعمل عوكل الغفير. طيب معلش انا قطعت حضرتك في الاجابه، ولكن بما ان حضرتك يعني الاسماء الكبيره ولسه وطبعا وكمان في افلام اربع افلام مع الزعيم مع عادل امام، بنتكلم عن الزهايمر، بوبوس اللي لعب مع الكبار، وكمان اعتقد كان الواد محروس بتاع الوزير، محروس بتاع الوزير بنتكلم على افلام يعني حاجات علامات يعني طبعا. فاكيد النجوم دول ليهم شخصيه
مش عايز اقارن ولكن قد ايه الدنيا اختلفت؟ هو طبعا انا الاستاذ عادل امام ده عشق من زمان، لان انا زميل اخوه الاستاذ عصام امام من مدرسه السعديه لكليه التجاره، وكنا بنروح نذاكر في البيت عنده، وكان بيخش علينا الاستاذ عادل امام بعد المسرح الساعه 2 و3 بالليل ويقعد يهزر معانا. ف مش سواء ان هو الاستاذ عادل لما جيت اشتغل معاه فعلا بيفكك جامد، هزار والبتاع والضحك، وقول لي يلا نكته، وقول لي يلا مش عارف ايه، وقول لي مش عارف ايه، بتحس ان هو يعني انا زيه يعني اصحاب، مش الزعيم. مش الزعيم خالص. الزعيم ده لقب الناس عملته، مش هو اللي عمله. الناس من تقدير الناس ليه، تقدير الناس ليه والسنين. ما شاء الله ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. الشخصيه اللي زي الاستاذ عادل امام في الشغل وفي الكواليس، حضرتك قلت لطيف وبسيط، ولكن اول ما بيبدا الكاميرا خصوصا مثلا في المسرح، حضرتك ما اشتغلتش مع مسرح، ولكن ولكن بتشوف الشخصيه زي اول ما الكاميرا بتدور، بيتحول ازاي؟ هو دوب البعد اللي بيننا وبين بعضينا، دوبه بالهزار قبل ما اخش اعمل مشهد، هو دوبه بقى. انا حاسس ان يعني ممثل، يعني عن منك رهبه عادل امام قدامك من الضحك والهزار اللي مع بعضينا قبل ما نخش نعمل المشهد. ما حسيتش في مره ان يعني ان ده لا، هو الخضه راحت قبل ما نخش نصور. بالظبط كده. دوب الجليد، دوب الجليد. طيب انا واحد من الادوار الحقيقه اللي انا بحبها لحضرتك، ويمكن قلت ده في مقدمه الحلقه، ممكن استاذ محمد الصاوي يظهر في كام مشهد، ولكن الكام مشهد شخصيته دي بتبقى شخصيه محوريه ومؤثره في العمل كله. فهناخد مثالين، في فاتن امل حربي وفي طباخ الرئيس. بس انا عايز ابدا بطباخ الرئيس، بصلاح عظمه. لو المشهد جاهز قولوا لي يا جماعه، يعني لان لازم اشوف قصه صلاح عظمه. اولا احكي لنا يعني الكواليس بتاعت صلاح عظمه دي جت ازاي؟ وطبعا الاستاذ زكريا يعني رحمه الله. طبعا الله يرحمه، من الناس الجمال. احنا في اول يوم تصوير تقريبا، اولا الاستاذ سعيد حامد المخرج طبعا شاف الشخصيه من وجهه نظر وقال انت شايف ايه، هو بحب يتناقش ده، انت شايف انت هتاخدها ازاي السكه دي، هتاخدها ازاي السكه ديت وبتاع وكده. هو كان في الفيلم دوت فعلا الزوكه بتظهر وبتنادي عليا يا صلاح يا صلاح مش عارف ايه. صلاح يدخل جري. فجينا اتناقشنا في الحته دي، لقيته هو بيأيد جامد جدا ان الشخصيه دي ما تظهرش، الزوجه تظهر صوت فقط، صوت بس، وسيب الناس تتخيل مين الست دي شكلها عامل ازاي، اللي كل شويه ياخد لها البتاع ويا صلاح ويترعش يجي له الرعشه قبل وركبه تخبط. طيب فكان ده من ضمن اسباب نجاح الشخصيه. الفالينه الداخليه اللي انا لابسها دي بتاعت طلعت زكريا. معقوله؟ بتاعته والله، هو اللي جابها لي وهو هي كانت واسعه بس ما ادتنيش ان ممكن الواحد يتخيلني بتاع طلعت الله يرحمه يعني. فعلا ايوه، عشان يسميني عشان كلمه عظمه دي. طب ما كان يقول لك هات فانيله داخليه ولا الانتاج يجيب فانيله داخليه. لا هو فاجئني بيها، بالتصوير اول يوم تصوير، هو استاذ زكريا الله يرحمه هو اللي جاب لك الفانيله الداخليه بتاعته، هو اللي فاجئني بيها قال لي البس دي. يا سلام. ففهمت بقى ان هو يا صلاح عظمه مش عارف. وهو اللي اخترع موضوع عظمه اسمه صلاح عظمه. هو كان صلاح بس. صلاح. فظهرت المجانس فبقى صلاح عظمه. طيب انا كان نفسي اسمع يا صلاح. كان اللي بعدها على طول. اي اللي بعدها على هتنده يعني. الجمهور بقى بعد الفيلم، والفيلم طبعا يعني لما اتعرض ده عمل ازعرينا لاكتر من حاجه. عمل قلبان لاكتر من سبب وقتها. طب انا بعمل عمره وبنطوف. الناس هنا يا صلاح. لا 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 في الحرم. هو اللي اسمع الدوب يا صلاح. فبيتعمل لهم كده هو. يعني ما ينفعش هنا. يكون متضبع كمان. ومتضبع كمان.
لا من الافلام اللي انا بعتز بيها جامد جدا بجد يعني. استاذ سعيد حامد عامل فيه مجهود كويس جدا وكل الممثلين اللي كان فيه يعني. ده تقريبا اول بطوله لطلعت زكريا الفيلم ده. تقريبا اول بطوله مطلقه. وبعد كده ما شاء الله رحمه الله يعني. رحمه الله عليه. كمان يعني معلش انا هروح لنوعيه تانية. في رمضان اللي فات يمكن الحقيقه انا اسعدني زي ما اسعد ناس كتير جدا واتفرجت على مسلسل فاتن امل حربي. مسلسل قصه مهمه جدا وازمه بتمثل ستات كتير. اداء رائع جدا من نجوم العمل طبعا نيلي كريم. وجود حضرتك في اواخر بقى المسلسل لما نكتشف مين هو امل حربي وقصه امل حربي الراجل الشريف اللي واجه المشاكل دي كلها والمواجهه اللي ما بينك وما بين فاتن في الاخر. ارجوك احكي لي لما الدور اتعرض على حضرتك قلت ايه؟ على فكره انا من نوعيه ان برضو مش باصص قوي ان يبقى موجود من اول بتاع لاخر المسلسل يعني وكده. هو انا دايما يهمني قوي الشخصيه دي عصب الدراما بتاعها هل هيغير من الدراما ولا لا. ودي النقطه الاساسيه اللي انا حبيت فيها الدور. واخد بالك ان البنت 20 سنه تعرف فاكره ابوها متوفي وفجاه يجي لها صديق ابوها دي عشان يقول لها ده عايش وهو في مستشفى ومش عارفه هو ليه بيدعمها يعني. ويمكن اللقاء ده على فكره من اجمل اللقاءات نيلي كريم عملته باحتراف لدرجه ان شجعتني ان انا اخش في المود بتاعها. لحظه قاسيه جدا اللي انا حتى بخش اقرب منها عشان احضنها هي بترفض الحضن. او يعني انت بعد 20 سنه وجاي لسه فاكرني عشان تحضني. لدرجة ان احنا بجد الدموع كانت حقيقية منها ومني يعني. بجد الدمعة فعلا نزلت. هي بتعيش الشخصية قوي. هي نيلي من الممثلات اللي يعني بتذاكر كويس قوي وفاهمة الشخصية كويس جدا. واندماجي معاها اول ما شفت الدمعة نازلة بعينيها انا الدمعة راحت نازلة فجأة كده هو برضو من عينيا. لان حسيت ان الموقف ده بجد فيه ايه الاب ده اللي هو لا وانا بتفرج وزي ناس كتير هو ايه برضو البنت دي هو ايه أيوة. البنت دي اللي تشوف ابوها بعد 20 سنه فاكر ان هو متوفي وتشوفه قدامها وتبقى بالقسوه دي كلها. ما بتقول له طب انا 20 سنه سايبني وجاي تفتكرني في اللحظه اللي انت جاي فيها دي. انت كنت فين من 20 سنه؟ انت كنت فين؟ لا فبكيت. والمسلسل مكتوب حلو قوي قوي جدا. استاذ ابراهيم عيسى بجد جدا الحقيقه لا يعني انا فوجئت بجمال المسلسل. على فكره انا بحضر عبد الاخراج لو انا ما كنتش غلطان. مندو العبد طبعا مندو العبد جميل برضو طبعا ومتفاهم جدا و يعني من المخرجين اللي هم فعلا مستقبلهم حقيقي. انا بعمل مسلسل استاذ ابراهيم عيسى برضه دلوقتي مسلسل ايه؟ العمده عادل اديب الاستاذ عادل اديب المخرج وكده هو برضه طبعا. ومعنا مجموعه من الفنانين الجمال جدا برضه. يعني حضرتك ما بتقيسش الورق اللي بيتعرض على حضرتك تقول ده انا اشتغلت 150 160 عمل مع اسماء كبيره من اول اساتذه مدبولي المهندس الهنيدي عادل امام مع حفظ الالقاب يعني واسماء كتير قوي ما بتقس بمساحه الورق. لا خالص خالص لا يعني انا بقيسها يا استني خالص يعني انا مش شرط ان انا رايح بعمل من اول مشهد لازم يبقى مفصلي انا هو لا انا رد فعل الناس ليا في الشارع وسلامهم عليا وان هو حد يقول لي انا حاسس انك انت واحد مننا انا بعتبر هي دي البطوله صح يعني ان انا اصل لقلوب الناس الحمد لله رب العالمين ويبقى في ليا ناس رغم ان انا اللي عمل بطوله ولا بتاعه بس فاكرين لي حاجات و يعني ده كفايه ولسه هنشوف حاجات تاني بس نشوف الاول المشهد ده مشهد المواجهه من مسلسل فاتن امل حرب ما بينك وبين الاستاذ امين ليك طبعا يلا بينا. كتير قوي كان بيجيلي حالات اكتئاب قاسية
كأن في كتلة حديد على صدري ورقبتي مخنوقة. كانت لما بتجي لي الحالة دي كنت بطلب منهم يعالجوني بالكهرباء. على فكرة العلاج بالكهرباء دي حاجة جميلة ولطيفة ومفيدة، مش زي ما بنشوف في الأفلام تشنجات ورعشات وغرق وعريق. لا، كان لما يحط الجهاز على صدري ويخش على عظمي صوت التكتكة، ما كنتش بسمع صوت، كنت بسمع اسم. تونة تونة تونة. بسأل الدكتور، بصلي باستغراب وقال لي على فكرة أنا كنت بسمع نفس الصوت اسم تونة تونة تونة. سامحيني يا بنتي، لسه في أمل يا فاتن. ارجعي اتكلمي، خرجي غضب السنين اللي جواكي. أبوكي محتاج لك وانتي محتاجة له. أنا مش محتاجة حد، أنا مش محتاجة حد. اللي وقف معايا السنين دي كلها هيكمل وقفته معايا. مش محتاجة حد غير ربنا، لكن الأموات كفاية عليهم الفتحة. يعني إيه؟ هتسيب أبوكي بعد ما عرفت إنه لسه عايش؟ أبويا سابني من 30 سنة، ولما ساب لي ما قاليش، بس أنا هطلع أجدع منك. أنا بسيبك وبقولك أنا شايف شجن كتير وحركة بتشوف سواء المشهد اللي قبل الفاصل أو المشهد ده. حقيقي هي ممثلة جميلة وجامدة ومذاكرة كويس قوي، وهي اللي دخلتني في شخصية بأمانة. يعني إحساس بتاعها وصل لي صح، فعشان كده هوت أنا قدرت أوصل لها إحساسي أنا كمان. مشهد كمان الأخير، مشهد إن هي بتنسى وإنت اشتياقك لبنتك والأمور دي، مشهد المحكمة ده كان طبعاً وكان واصل للناس. قست إزاي ردود الأفعال الناس في وقت عرض المسلسل في رمضان؟
اولا جالي مكالمات كتير جدا، و والاستاذ جمال العدل كمان انا عملت معاه حوالي 3 مسلسلات بدايه من راية وسكينة طبعا محمد القدوسي والشواء صح كده وعملت معاه الشوارع الخلفيه يعني هو بصراحه يعني بيعرف يجيب محمد الصوف في اماكن في ادوار حلوه يعني. على ذكر راية وسكينة، المسلسل ده لغايه الان لما بيتعرض الناس بتقعد تتفرج عليه كانه بيتذاع لاول مره. ده بيتذاع في السنه بتاع 20 مره مش كده برضو؟ أيوة السر. انا هقول لك على فكره على المسلسل ده يعني فضل. المسلسل ده مجالي هو موجود يعني حاجه و20 حلقه لكن كل شغله على اليمين سيناريو وينظر مش عارف ايه النص وينظر مش عارف ايه وينظر مش عارف ايه انا راح اعتذر هو كان النص ابو احمد النص ابو احمد النص ايوه مش فاكر مين محمد القدوس يعني يمكن ابو احمد النص ابو احمد النص صح كده وهو اساسا مش مخلف بس هو مش انا رحت له الاستوديو بيصوروا هما فانا راح اعتذر يعني ايه في مش موجود اي حاجه انا مع استاذ جمال ما اي حد يجي يعمل الدور ده وبتاع قال لي ديكورك مبني المحل اللي هناك ده روح اقعد على الكرسي وانا جاي لك وانا جاي لك دلوقتي رحت قعدت على الكرسي انا بفكر امشي ازاي فقعد كده هو القعده دي بالظبط وماسك السيجاره كده هو بتاع وهو مراقبني من بعيد قال لي انا مش عايز حاجه منك انا عايز القعده دي ومالكش دعوه بالحوار القعده دي وشرب السيجاره بالطريقه دي ومالكش دعوه بالحوار ايه دي الكاركتر مسكني كاركتر هنا بقى قول هنا قول هنا قول هنا بقى في حوار بيحصل في كل المشاهد صح يعني انت كان معبره على هم داخلين خارجين هم الاستاذ جمال لازم يعدوا عليك استاذ جمال اللي هو عاشق اولا للممثل وبعدين عنده حته تركيبه الشخصيات والسيناريو بيعرف يدخلها ازاي للشخصيه دي ويعرف ازاي الشخصيه دي تمشي باني خط لا لا ده راجل من المخرجين العظماء طبعا ومن الكلاسيكيات اللي هي بتزعله على طول صح في التلفزيون صح المصري طيب عمل زي ده يكون في مع حفظ الاسماء استاذ سامي عبد الله يرحمه طبعا وبنتكلم على الاستاذ عبد الله كامل بنتكلم على اسمه الخشب بنتكلم على استاذ احمد ماهر بنتكلم على استاذ عبد الله وغيرهم القائمه طويله جدا جدا يعني ازاي كنتوا بتشتغلوا الكواليس كانت ازاي ارجوك يعني حطنا في الصوره يعني احنا مدخلين الشخصيات دي كلها لما تتجمع مع بعض لا ده في كواليس وراها حكايات يعني طبعا الاستاذ احمد ماهر كمان استاذ احمد ماهر اه قلت طبعا هو ده اللي هو كنا بنخاف منه اولا فعلا لا احمد ماهر لا تركيبه مش بس في التمثيليه كمان في الكواليس ليه؟ هزاره شديد شوية استاذ احمد هزاره شديد ولا ايديه اللي تقيلة؟ مرة مسك صباعي كده وعمله كده الصباع ده قعد في الجبس حوالي اسبوعين تقريبا يعني. بجد والله؟ اه والله بس هو بيعمل ده بعشق وحب احنا ضعاف يعني احنا ضعاف يعني لكن هو بقى يدخلك بقى بيدخلك في الشخصية بجد احمد ماهر من التركيبة لا ما تتقالش كده لا بتقال كذا 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 يعني هو واعي للي قدامه واعي للممثلين اللي قدامه دول ايه اللي مش عارف ايه اللي وبيمسك شخصيه كل شخصيه بيعملها صح بيمسكها صح مظبوط لا ده استاذ طبعا استاذ مليون طبعا. في المية صلاح عبد الله بقى بيمسك وكان ماسك ساعتها لازمه جميله ويقول لك هتصدقني صح لا صلاح عبد الله كمان مثلنا مع بعض في كليه التجاره طبعا فالمسائل بيننا وبين بعضينا كانت سهله خفه الدم والروح الجميله وده موضوع رغم الشر موجود لكن موجود بخفه الدم وده جمال الاستاذ جمال عبد الحميد جماله هنا لا انا مش عايز اطلع انت يا بتاع ده فطلع بتاع لا من خلال بيطلع الشر من خلال الكوميديا اللي موجوده من خلال الحوار اللي بيتقال صح ده استاذ سامي العدل وطبعا الله يرحمه استاذ سامي العدل برضه من الناس اللي
وممكن صورنا مع بعض يمكن مسلسلين ثلاثة في تونس مع الأستاذ إبراهيم الشخوانقيري. فاحنا عارفين بعض كويس جدا يعني. مين أقرب حد؟ طبعا حضرتك قلت الأستاذ صلاح عبد الله ربنا يا رب يديله الصحة والعافية يعني عمنا الأستاذ صلاح عبد الله. مين أقرب الناس بعد الرحلة والمسيرة دي حاسس إن هو يعني رب أخ لم تلده أم يعني؟ أستاذ أحمد بدير. أستاذ أحمد بدير من الشخصيات العاشق لي. انتوا اشتغلتوا مع بعض حبة حلوين يعني. عملنا مع بعض مسرح و صح. هقول حاجة انا اول عمرة عملتها انا ما اعرفش ان انا راح اعمل عمرة. معلش تاني كده. اول عمرة عملتها في حياتي انا مش عارف ان انا راح اعمل عمرة. ازاي؟ كنت بعمل مسلسل مع الاستاذ احمد بدير. تمام. وخلص المسلسل فلقيت المساعد بتاعه جاي لي بيقول لي استاذ احمد بيقول لك عايز الباسبور بتاعك. قلت له شغلي فين وبتاع؟ قال لي ما اعرفش. اكيد شغل. قال لي انا ما اعرفش. هو قال لي روح خد الباسبور. قلت له عد عليا بكره في البيت تعالى خد الباسبور يعني. جالي اديته الباسبور بتاع ما فيش 3 ايام لقيت الاستاذ احمد بدير بيقول لي بكره الساعه 10 في المطار تجي لي المطار. قلت له طب ايه نوعيه الدور وايه اللبس اللي انا هجيبه؟ احضر نفسي. احضر نفسي. قال لي لا غيارين معاك وبس كده تعالى انا اهو. لدرجه ان انا بقول للمدام عندي قلت لها انا مسافر. مسافر فين؟ قلت لها مش عارف. ما اعرفش. ما انا معيش لا باسبور ولا معايا تذكره طياره ولا اي حاجه. طب مسافر مع مين؟ الاستاذ احمد بدير بيقول لي هو في المطار وبس الساعه 10 هناك في المطار. رحت المطار لقيته بيديني شنطه كده بفتح الشنطه لقيت ملابس الاحرام. الله. اجمل لحظه في حياتي عينيا دمعت. في المطار. أنا مش مصدق. في المطار انا بقول لك مش عارف واول عمر اروح اعملها في حياتي تبقى في يعني ايه المفاجاه الجميله دي؟ ايه الراجل الجميل ده؟ كنت قلت له اتكلمت معاه اتمنيت حد وصله انك بتتمنى تعمل عمره ولا لا 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 ولا خالص خالص ولا فتحنا مع بعض ان تطلع عمره اطلع مثلا بتاع ولا مش عارف ايه كلمه يعني في وسط الحديث كده يعني خالص. لا هو شخصيه خيره جدا وبيحب الناس كلها وله مواقف انسانيه معاه كتير او بالذات في موضوع ابن الله يرحمه يعني رحمه الله عليه يعني انا برضو طلعنا كان برضه عمره في رمضان هو كان متوقف في رمضان وكده يعني وفي ناس جت خدت الباسبورات بتاعتنا وانا والاولاد وبتاع مش عارف ايه ومش فاهم مين دول انتوا تبع ايه يعني هو لا هم ناس بعت لنا ان هو من السفاره ان مش عارف ايه ما فهمتش حاجه يعني المهم يعني سافرنا وبتاع وعملنا عمرتنا ورجعت انا اتجنن وكده مش عارف مين سفرك العمره والاسره بعد سنه رايح اعمل عمره نزلت في الفندق اللي انا كنت نازلين فيه في ساعه الموقف دوت فبسال مدير الفندق قلت له انا عايز اسالك سؤال انا السنه اللي فاتت كنت معاك هنا مين اللي كان حاجز لنا هنا؟ الاستاذ احمد بدير سبحان الله للعمرة الثانية يعني طلعك الأول عمرة لوحدك وبعد وفاة ابن حضرتك رحمة الله عليه طلع حضرتك والمدام ما كنتش تعرف ما عرفش خالص هناك أنا بقولك بعد سنة عرفت منه دوت يعني وهو على فكرة ما يعني عمره حتى ما جاب لي سيرة بي ولا وبيتضايق لما أنا بحكيها يعني هو بيزعل بيقول لي يعني ما ولدرجه ان واحد بيقول لي لا 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 مش انا مش فاكر حاجه انا متاكد ده خطا لا هو وخير مع ناس كتير قوي يعني هو فنان ربنا يزيده من فضله انسانيته عاليه جدا وبعتبره اخ وهو اب يعني هو سن قريب منه وبعض اخ واب وام في حنانه شاب ابن بلد وجدع واصيل كل الصفات الحقيقه المحترمه ووطني صح بدير طبعا يعني علامه يعني حتى لما بنيجي نمثل سوا في كاريزما بيننا وبين بعضينا في كيمياء موجوده بنحس ببعض يعني ايه انت هنا عايز ترتجل او انا عايز ارتجل بيبقى فاهم من عينيك ان اوت انك انت عايز تقول حاجه عايز تقول صح يحضرها لك يعني يفرش للي يفرش للي
الله. كلام جميل جدا. ما يفوتنيش الا كمان حضرتك قلت معلومه يمكن في الفاصل بقول احنا اسفين جدا يا استاذ محمد، احنا سهرنا حضرتك اول الليله دي. قال لي لا 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 ولا يهمك، انا كده صاحي من 8 الصبح. ايوه صح. وكنت بصور، فانا قلت ايه ادكن كده المعلومه لغايه ما نطلع على الهواء واسال الاستاذ محمد بتصور ايه دلوقتي. بصور مسلسل حضره العمده. حضرت العمده حضرتك قلت عليه من شويه. استاذ عادل اديب استاذ ابراهيم عيسى. استاذ ابراهيم عيسى، وده اول يوم تصوير معايا معاهم يعني. النهارده كان اول يوم. النهارده كان اول يوم، بس هم بيصوروا من اسبوع تقريبا. كان اول يوم ليا النهارده. وفي الاستاذ احمد بدير برضو المسلسل. استاذ احمد بدير ده واضح ان في كاست قوي. لا لا في كاست، انا مش عايز احرق مين اللي فيه. يعني لان روبي عامله شخصيه جميله جدا، وروبي كمان عامله شخصيه جميله جدا في المسلسل، ف يعني مش عايز احرق ايه الشخصيه اللي هي بتعملها، عشان مش عايزين نحرق الشخصيه اللي هي بتعملها عشان نفاجئ الناس. هي وشخصيه اجتماعيه او الاحداث اجتماعيه في مسلسل عمده. واضح ان هو في الريف المصري، ريفي، مسلسل ريفي قديم شويه. يعني الى حد ما من كلمتين. لا ممكن المنتج بعد ما صورت النهارده اقول له عينوه. لا لا على ايه؟ لا لا خلاص، لا خلاص، لا لا هسكت ساكت خلاص. طيب ال ال يعني الدور كوميدي في القالب كوميدي ولا قالب تراجيدي؟ لا لا انساني 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 جدا. دور انساني جدا، وانا حبيت حتى المشاهد اللي عملتها النهارده تأثرت، وده كويس على فكرة. ان انا يعني هو كان زمان بيخافوا مني ان يجيبوني في ادوار ديت، يعني يقول لك حضرتك لما بتجيبها قوي يعني اساسا كوميديان ممكن يبوظ الشخصية. لا بقى في حتة ثقة بالنسبة للمخرجين وبالنسبة للمنتج، يعني الحمد لله رب العالمين. ده انا يعني المشهد او المشاهد بتاعت النبطشي في فيلم كباري. ده يعني انا عارف ان المشهد معانا، لو الزملاء بس جاهزين بالمشهد يقولوا لي لا يعني جايبه مش معانا. طيب معلش اكيد في ذاكره حضراتكم كمان اكتر مني. لا جايبه ماسكه المايك والنظاره والبدله وقدم المطربين وقدم. ايه الكاركتر ده ورسمه الكاركتر دي؟ يعني بيسموه نباتشي صح كده؟ نباتشي صح، اللي هو اللي بيقدم البتاع الفقرات وفي الافراح والكلام وبيلم التحيه والبتاع والجو ده كله يعني. لا شفت ده، شفت الشخصيات ديت. يعني انا عاشق ان انا اقعد في اماكن، على فكره مش الهاي، بحب اقعد في اماكن. يعني مثلا عند الفيلم بتاع الاستاذ خالد يوسف جواز بقرار جمهوري. ايوه اللي هو البني ادم ايه غير شويه حاجات في بعض. ايوه مظبوط. دي خدتها من ايه؟ قهوه بلدي واتنين بيواسوا بعض يوم، يعني الله يرحمه، يعني هو البني ادم ايه غير شويه حاجات في بعض. وعمل الحركه دي لدرجه ان انا جمله جديده على ودني، جبت ورقه وقلم كتبتها وعملت حركه الصوابع. ايوه قعدت كده إيه؟ ده الافيه بتاع شويه حاجات فوق بعض دي. أيوه. ده فضل كذا سنه. ما هو بقى الاستاذ خالد يوسف بقى هنا، قولها هنا، قولها هنا، قولها هنا. اللي علقها بقى مين؟ حسن حسني الله يرحمه. طبعا لما قالها. طبعا لما قالها والبني ادم ايه. أيوة. حاجات فوق بعض. طب الكوميدي خرطته ايه بقى؟ وطبعا الناس يعني برضو في حب وفي علاقه وكيمياء مع الجمهور في الكوميدي. بقى مش شغال على حاجه كوميدي الفتره دي؟ شغال مع الاستاذ محمد هنيدي. الله. فيلم الله. يعني تحفه وربنا يوفقه فيه. الفيلم الجديد. دكتور حاجات كتير كده. فاكر اسم الفيلم؟ نبيل الجميل دكتور تجميل تقريبا هو الاسم. ما سالتش الاستاذ هنيدي. نبيل الجميل دكتور تجميل. لا لا مش كده. نبيل الجميل اخصائي تجميل. اخصائي تجميل. شفت بقى؟ ايوه هو غاوي ده. استاذ هنيدي غاوي. مبروك ابو العلمين. عنتر ابن 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 اب
ما سالتوش ايه حكايه الاسماء المركبه كده؟ لا في بس هو انا حاسس ان هو بيحس كده، بيحب كده، بيحب بيحب كده. وكواليس وتمثيل معاه متعه متعه. اولا بنقعد نهرج مع بعض تهريج قبل المشهد، ولدرجه ان هو مش عايز اقول لك هو اللي محضر لي الوان اللبس واللبس اللي انا هلبسه والله. كان تبع هو كان يعني اعتقد ان هو اول انتاج لي الفيلم الجديد. الفيلم ده دكتور نبيل اخصائي تجميل. قلت له ربنا يكون في عونك، كل التوفيق. يا رب يا رب. وانا انا باذن الله انا متاكد ان الفيلم ده هيلقى نجاح كويس جدا جدا يعني. ان شاء الله باذن الله. كمان انا يعني عرفت ان حضرتك بتشتغل على حاجه، فيلم 3 دي، فيلم رعب، اول فيلم رعب 3 دي في مصر. صح استاذ وائل عبد الله. طبعا استاذ وائل عبد الله يعني سلام اسم وعلم يعني. الحقيقه حاجه يعني قويه. هو الفيلم ده احنا تقريبا مخلصينه من حوالي سنه. خلصان من سنه. 3 دي 3 دي واول فيلم رعب و 3 دي في مصر، فهو مهتم قوي بالموضوع. اسمه ده اسمه ايه الفيلم؟ اسمه يوم يوم 13. يوم 13. يوم 13 في الشهر يعني مثلا. يوم 13. هي معناها كده. هو الاحداث كلها بتدور في يوم يعني. انا عامل فيه برضه تركيبه كده جميله يعني. والفيلم ده تكلفته كانت عاليه جدا لدرجه ان الديكور بتاع القصر ده نفسه ديكور، مش مأجر قصر مصور فيه. ده ديكور جوه البلاتو. جوه البلاتو معمول يعني. فالتقنيات بتاعته تقنيات حديثه لدرجه ان في حاجات كتيره جدا بتتمنتج في الهند للدرجات، في شغل كمبيوتر لسه ما يعني اتقفل الفيلم. اتقفل خالص. لسه ما فيش مع الطرح يعني. هو انا اتمنى ان هو ينزل يعني في مثلا بقى مثلا يعني. ممكن هيبقى كده اهوت يعني. وانا اعتقد ان احتمال برضو فيلم استاذ محمد هنيدي ينزل برضو كريسماس راس السنه الحاجات ديت. عظيم يعني عظيم. بالتوفيق يا رب. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق واسعدتنا وشرفتنا ومن نجاح لنجاح دايما استاذ محمد الصعب. ربنا يخليك يا استاذ عمرو ويا رب اكون خفيف على الناس اللي بتتفرج. دايما خفيف على قلوبنا ودايما جوه قلوبنا يا استاذ محمد. ربنا يكرمك. الله يسلم حضرتك ويحفظك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الفنان القدير والنجم الاستاذ محمد الصاوي. ده كان مسك ختام حلقتنا الليله. بشكر حضراتكم وطيب المتابعه، وتصبحوا على كل خير. الى اللقاء.